مرحبا أصدقائي في فيديو جديد مع جوجو بابي. عرضت أزياء أمريكية وأسيوية ونجمة وسائل التواصل الاجتماعي ومؤثرة، وتحظي بشعبية كبيرة على شبكة التواصل الاجتماعي الغربية إنستغرام، والتي من خلالها تنشر صورا نمذجة وصورا مثيرة للمشاهدة العامة. ولدت في 7 نوفمبر 1988 في كانساس، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء على الشبكة الاجتماعية في أكتوبر 2010 وتبلغ من العمر 34 عاما. وفي سيرتها الذاتية تطبيق مشاركة الصور تصنف نفسها بأنها الفتاة الأسيوية المفضلة لديك. مع وجود ملايين المتابعين على العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتبلغ ثروة جوجو بحوالي 300,000 دولار اعتبارا من عام 2022، وبحسب ما ورد تكسب جوجو آلاف الدولارات من كل منشور لها. شكراً أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وانتظروني في فيديو جديد.